ازيكم في فيديو جديد من عبود جي ام واللعبه القويه جدا لعبه الجنرال. قلت لكم قبل كده لو تفتكروا ان الموارد مهمه جدا في لعبه الجنرال او يمكن هي اساس اللعبه. في طريقه عزيز القائد تقدر تجيب بيها الموارد اللي انت عايزها بالكميه اللي انت عايزها والسعر اللي انت هتحدده. هتلاقي كلمه اسمها السوق تحت في اسفل الشاشه. السوق ده عباره عن متجر بيكون فيه بعض اللاعبين التانيين عندهم كميه من الموارد هم مش محتاجينها، فمحتاجين نوع موارد تاني يقدروا يبدلوا الكميه اللي هم مش محتاجينها بنوع موارد تاني هم محتاجينه. لكن لازم تكون عارف ان المتجر ده اللي بيع الموارد احنا هنستخدمه في تبديل الموارد اللي احنا مش محتاجينها بموارد احنا محتاجينها، لكن في الاساس احنا هنبيع موارد مقابل نقد عشان نشتري موارد تانية احنا محتاجينها. هفهمك ازاي. دلوقتي في السوق تقدر تبيع اي سلعه مقابل نقد، وتقدر تشتري اي سلعه انت عايزها برضو مقابل نقد. يعني على سبيل المثال انا عندي وفره من مورد الامدادات، اقدر ان انا اروح ابيعه بنقد، وبعد ما ابيع الامدادات بتاعتي بنقد اقدر ان انا اروح اشتري نوع موارد تاني انا محتاجه اللي هو الالكترونيات. ده معنى التبديل. هو مش تبديل مباشر موارد مقابل موارد تانية، هو انت بتبيع الموارد اللي عندك مقابل نقد. بالنقد اللي بيجيلك تقدر تروح تشتري بيه انواع موارد تانية انت محتاجها. اعلى حاجه في الموضوع عزيزي القائد ان انت تقدر تحدد السعر اللي انت عايز تشتري بيه الموارد. في لاعب بيحدد نوع مثلا موارد يخلي سعره معين، هتلاقي عرض تاني من لاعب تاني مقلل السعر شويه، فانت تقدر تختار اكتر عرض مناسب ليك. كل نوع موارد هتلاقي ليه قايمه خاصه تقدر تشتري او تبيع فيها موارد، وتقدر تحط السعر الخاص اللي انت عايز تبيع بيه، مش مجرد ان السوق مثلا منزل سعر معين فانت لازم تنزل زي السعر اللي موجود في السوق. انت تقدر تقلل عن الناس اللي عرض عشان تبيع اسرع الكميه اللي انت عايزها لو محتاج موارد اكتر. بمعنى ان انا قدامي دلوقتي اكتر من عرض، في ناس عارضه كميه موارد قليله بسعر عالي، وفي ناس تانيه عارضه كميه موارد كتيره تقدر تشتريها بسعر اقل، فانت تقدر تختار العرض المناسب ليك والاقل سعرا في القايمه. في حاجتين تانيين مهمين جدا، ان انت تقدر تنشئ عرض ليك، او في حاجه اسمها دفتر الطلبات. دفتر الطلبات ده يعتبر الهيستوري بتاعك، الصفقات اللي انت عملتها او لسه بتعملها والناس لسه ما اشتريتهاش. بمعنى تاني انه بيعرض لك المعاملات اللي انت عملتها. القايمه الثانيه وقايمه انشاء عرض، هو بيحدد لك حد ادنى وحد اقصى للموارد اللي انت تقدر تبيعها، وحد ادنى وحد اقصى لسعر الوحده اللي انت تقدر تبيعها، عشان محدش يستغل الوضع ويقوم موقع السوق. هو بص تجاره، انت بتتاجر في اللعبه وبتحارب وبتعمل كل حاجه انت عايزها. دي كانت اسهل طريقه عزيزي القائد ان انت تجيب بيها موارد او تبدل بيها موارد. اشوفكم في فيديو تاني عن لعبه الجنرال. سلام.